تحصل المواقع الإلكترونية، من يحصلها؟ الدولة تحصلها ثم تمنح النقابة جزء، أم النقابة تحصلها من المصدر؟ طب إذا حصلت النقابة من المصدر، ما الضمانة؟ ما هي اللجان التي ستشرف على تلك المواقع الإلكترونية لكي تتأكد من صحة البيانات الواردة؟ ده موضوع هنحتاج فيه جميع الدول إن شاء الله. استثمار أموال النقابة والإعانات والتبرعات مجلس الإدارة أو المجلس التأسيسي التقى في القانون إنه اللجان الخاصة بالاستثمار أموال النقابة والإعانات وغيرها هي اللجان تشكل من أعضاء الجمعيات المهمة للانتخاب الحر مباشرة بمجلس الإدارة، مجلس الإدارة منح الجمعيات المهمة حق التحكم في تلك الصناديق وفي تلك الأموال لأن هي أموال الجمعيات المهمة أساس. عندنا المادة الانتقالية، حاطين مادة انتقالية إنه مجلس الإدارة التأسيسي علشان ما يحصلش أي مشكلة بمادة التأسيس. المادة الانتقالية بتقول إنه مجلس التأسيسي لنقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية يتولى إدارة شؤون النقابة لمدة عام حتى انعقاد أول جمعية عمومية. مهمته مهمة إدارية أنها إن هو يسير أعمال النقابة بعد قرار القانون ويجهز لأول انتخابات لأول مجلس لنقابة الصحفيين الإلكترونيين. نأمل في دعمكم للقانون. هنبعت نسخة لكل الناس اللي سجلت وهنضع نسخة على الإنترنت بشكل رئيسي، نسخة من تفاصيل ومواد وبنود القانون. بدلا من أن تضع الدولة القانون بشكل تعسفي أو بشكل يعني في نقاط لا نرضى عنها، فنقطة تنظيم المهنة وتنظيم المهنيين هيكون فيها عقبات. عشان كده احنا بنقول احنا لسه النهاردة على مدار 4 سنين نضلنا لكي نصل لتلك النقطة. الفترة القادمة نحتاج الى كل جهد ونحتاج الى كل دعم ونحتاج الى ان نناضل جميعا من اجل اقرار القانون اولا، ثم عندنا هتبقى فيه نقط بخصوص الدمغات الصحفية وموارد النقابة ودي معركة اخرى، زائد موضوع تنظيم المهنة وتنظيم قانون الترخيص للصحف الالكترونية. ما فيش جهات المفروض تقدم الصحفيين الالكترونيين او تحقق مع الصحفيين الالكترونيين غير النقابة، يبقى احنا ما فيش اي جهة تانية تقدر تتعامل مع الصحفيين الالكترونيين.